بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله، يا رب تعجبكم. عاملين وصفات لذيذه وسهله. اول وصفه هنعمل صينيه جلاش بالخضار، شويه فلفل الوان وجبن بقى بالخضار والجبن، تحفه وسهله جدا. ومعانا ميكس جبن من جرين لاند، جبنه موتزاريلا، جبنه جوده، جبنه شيدر، كلهم مع بعض في نفس الكيس، خطيره. هنحطها في صينيه الجلاش بالخضار، وصفه بصراحه سهله وحلوه، وفي الصيام بقى اللي احنا فيه ده الواحد عايز يعمل حاجه سريعه قوي، لو متبقي اكل من امبارح ندعم الاكل ده بصينيه جلاش كده جنبيها كلها جبن وفلفل، هتبقى حلوه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل كاسات الكنافه المحمره تشيز كيك بالمقادير بالظبط بتاعه الكريمه بتاعه التشيز كيك، بس بدل الكيك هنحط بقى كنافه تشيز كيك خطيره. هنعملها كده في كاسات او في كوبايات، حلوه قوي وسهله جدا تقدري تعمليها، خصوصا بقى ايه لو عايزه تحتفلي بحد يعني، او معزومه في حته بقى تاخدي معاكي كده حبه حلوين للناس اللي موجوده، هيقولوا عليكي بقى خطيره، هتعجبهم جدا ان شاء الله. نقول مقادير اول وصفه: الجلاش بالجبن والفلفل الالوان. ايه بقى معايا؟ لفه جلاش عاديه خالص، هنحتاج جبن، فانا معايا زي ما قلت لكم كيس جبن جرين لاند، جوده، موتزاريلا، شيدر، التلاتة مع بعض ميكس جبن. ومعايا كمان بيضة واحدة بس، وكوباية لبن، وشوية ملح وفلفل اسود، وهنحتاج كمان زيت ندهن بيه رقات الجلاش، وبس كده ولا اي حاجة تانية. البيضة وكوباية اللبن طبعا دول علشان نسقي بيهم الجلاش قبل ما ندخله الفرن. انا معايا صينية حلوة كده، تمام، هندهنها اول حاجة زيت، تقدروا طبعا تعملوا خليط ما بين السمنة والزيت، لكن انا هعمل بالزيت بس النهاردة كده اهو. دهنة زيت حلوة كده في الصينية، ونطلع ايه الجلاش نفرده على قد الصينية. تقدري طبعا تعمليه في صينية مدورة وتتني الجلاش بقى لما بيكون اكبر من الصينية، زي ما انتوا عايزين. اهي اتفتحت كده، لا كل ما افتحها بتتقطع، حطها كده برضو مش مشكلة اهو كده. وناخد واحدة تانية من الجلاش، هما لازقين في بعض ليه كده؟ والجلوفزات اللي انا لابساها دي مقاسها كبير قوي، مش عارفة بتاعت ايد مين دي بقى، انا مش عارفة اهو. وانا بسلك الجلاش ما شاء الله عليا خطيره، بسلك الجلاش برضو، مش اي حد يسلك الجلاش يا جماعه كده. ودهنه زيت برضو بالفرشه، او زي ما انا بعمل كده براحتكم خالص. تاني كده برضو ايه رايق اهو، نتني كده وندهن زيت، خصوصا الاطراف، بس كده. ونفضل بقى نعمل كده، مش عايزين بقى يبقى رقات الجلاش كتير، خلوا بالكم، يعني مثلا 5 حلوين قوي كده، اخر واحده. وبعدين نحط بقى ايه الحشوه كده اهو، خصوصا الاطراف زي ما اتفقنا. معانا بقى الحشوه اهو، هحط شويه فلفل الوان، تقدروا تحطوا فلفل رومي اخضر بس براحتكم كده، الفلفل الاحمر. وكمان عايزين تضيفوا اي بواقي فراخ، اي بواقي لحمه، حتت سجق، براحتكم خالص. عايزين تحطوا كمان زيتون زي ما انتوا عايزين. ومعايا بقى ميكس جبن جرين لاند اللي فيه الجبنه الموتزاريلا والجبنه الجوده والجبنه الشيدر كده. هاخدهم بقى ايه احط جبن بقى، نعملوا طعم تحفه جوه صينيه الجلاش. بس زي ما انتم شايفين صينيه الجلاش اللي انا عاملاها دي صينيه كبيره بس كده. بقى منها برضو نحطها في التلاجة او في الفريزر بقى، مش في التلاجة، عشان نرجع نستخدم الباقي برضو في اي وصفات تانية براحتكم. نحط بقى برضو تاني جلاش لغاية ما نخلص رقات الجلاش زي ما اتفقنا، زي ما احنا عايزين. وفي الاخر بنقطعها. وتركة بقى مهمة قوي قوي في التسوية، بنقطع صينية الجلاش وندخلها الفرن. انا هعمل دي خلاص اخر واحدة فهتنيها لجوه. تمام، بندخلها الفرن. الفرن يكون سخن درجة حرارة 180 من قبل ما نحط لها البيضة واللبن واي حاجة تانية، فاهمين قصدي؟ ادهنها بس كده كويس. نجيب السكينة، تعالي يا سكينة. ماشي، هنقطعها بقى كده الاول. وزي ما قلت لكم على وضعها ده قبل ما احط لها اللبن والبيضه، بدخلها فرن سخن درجه حراره 180 لمده 3 دقائق بس. عايزين ايه؟ الرقات الجلاش اللي بالدهن اللي احنا دهناه دوت تتفتح، فتستقبل كوبايه اللبن اللي احنا هنخفق عليها البيضه على طول. ونرجعها الفرن تاني ونسيبها في الفرن في الرف اللي في النص لمده تقريبا 25 دقيقه 30 دقيقه، لغايه ما تلاقي الجلاش اخد معاكي لون حلو كده. نقطعها بقى ايه بس يا جماعه، وبتبقى تحفه. لكن بلاش تسقوها من دلوقتي، خلوها تدخل الفرن الاول 3 دقايق بس. هتطلع معاكم ان شاء الله صينيه جلاش بالجبن والخضار تحفه. واحنا عاملين واحده هناك اهو خطيره، زي ما قلت لكم تتاكل طبق جانبي كده ولا حاجه جنب الاكل، وينفع نحط جواها كل بواقي الاكل مع الجبن، هتبقى خطيره. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم، بالهنا والشفاء. فاصل بسرعه الم اشيائي ونرجع نعمل كنافه، كاسات الكنافه تشيز كيك خطيره. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. يلا نعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، خطيره خطيره بجد يعني. هنعمل كاسات الكنافه المحمره تشيز كيك. ايه بقى الموضوع ده؟ بصوا، انا معايا كنافه متحمره، بيتبقى كنافه مننا مثلا بعد ما بنعمل الصينيه نحطهم في كيس كده ونقفلهم ونرميهم في الفريزر. طلعي بقى الاكياس دي وحطيهم على بعض كده وكسريهم جامد قوي وسيبيهم بقى يتحمروا كده، حته سمنه صغيره وشويه زيت كده، شويه حلوين 3 4 معالق زيت ولا حاجه، عشان تاخد معاكي لون حلو. او تفرديها في صينيه وتدخليها الفرن، فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. اصبري عليها كده 2 3 دقيقتين واقعدي قلبي فيها قلبي فيها، هتلاقيها لونت واخدت لون حلو جدا. فها هي الكنافه. طيب نعمل بقى طبقه التشيز بقى، تمام، عشان تبقى تشيز كنافه. ايه بقى معايا؟ كوبايتين من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي اللي هي بتاعه التشيز كيك، في نوع مصري حلو جدا وسعره ظريف مقارنه يعني بالاسعار الحاجات المستورده الثانيه. انا شايفاه ظريف جدا، لو احنا جبناه واستخدمناه في الوصفه هيبقى حلو قوي. محتاجه 2 كوب، والكوب 200 مللي. تمام، هنحتاج كمان كوبايه تقريبا من السكر البودره المنخول، كوبايه سكر بودره منخول. ومعايا كوبايتين من كريمه الخفق للحلويات. كريمه الخفق للحلويات كوبايتين يعني 400 مللي، كوبايه الواحده 200 مللي. وهتلاقوها بتتباع في السوبر ماركت كده مكتوب عليها كريمه خفق للحلويات، كريمه سايله خفق للحلويات. محتاجين مثلا منها كوبايتين. ومعانا معلقه كبيره من الفانيليا، او كيس يعني فانيليا وبس، ولا اي حاجه ثانيه، وسهل جدا. هنخلي الكنافه كده اهي متحمرت وجاهزه. عايزين بقى نضرب الكلام الحلو والتاني ده كله مع بعضه في بوله بالمضرب الكهربائي. طلع بوله حلوه كبيره كده اهو. وعايزه اول حاجه احطها الجبنه وبعدين احط الكريمه. ننزل بالجبنه والمضرب الكهربائي نضربها كده شويه لغايه اما تبقى طريه وكريمي. كده عايزين نحط السكر البودرة، نحطه كده عليها، ومعانا كمان الفانيليا بس. ونرجع نضرب الكلام الحلو ده كله تاني مع بعضه. طبعا عشان الازعاج بقى، تمام ماشي، انا اعتذر على الازعاج ده. هنفضل نضرب فيها، نلاقي قوامها تقل اكتر كمان من كده، يشبه شويه الكريم شانتيه او سايل سنه عن الكريم شانتيه، يعني الكريم شانتيه بيبقى اجمد شويه. عايزاكي بس كده في اضراب بتاع 3 4 دقائق متواصل كده، هتلاقيها تقلت وقوامها اختلف معاكي، تبقى جاهزه ان احنا بقى نحطها ايه مع الكنافه. فانا طبعا معايا هنا كيس حاطين فيه اهو عشان يسهل علينا، على طول نحط في الكاسات، ومعانا الكاسات اللطيفه الحلوه دي اهو، كوبايات عاديه او اي حاجه براحتك خالص. هنحط كنافه اهو، كنافه محمره، الكوبايه التانيه برضو نفس الحكايه. وايه بقى الكيس اللي معايا ده اللي فيه التشيز الخطيره، نحط بقى كده من جوه. بصوا قوامها تقيل شويه ازاي، فهمتوا قصدي؟ مش زي الكريم شانتيه قوي، يبقى اخف شويه بس كده. ونحط كمان كنافه من فوق. عايزين بقى تحطوا مكسرات براحتكم، هي مش محتاجه حتى نحط لها بقى ولا شربات عسل ولا حاجه ابدا. وانا برضو الكنافه ما حطيتلهاش سكر خالص ولا حاجه، هنكتفي بالايه، بكريمه التشيز اللي في النص دي، هتبقى طعمها ظريف تحفه. عايزين ترش بقى رشه مكسرات خفيفه كده فوق، هتبقى خطيره. واحنا عاملين منها هناك بقى كتير وطبقات اكتر كمان، تقدروا تخلوها مثلا اكتر من طبقه، مش بس طبقه واحده من الكريمه التشيز، ممكن تبقى 2 براحتكم خالص، ودلعوا الدنيا بقى. وان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، احنا عاملين هناك كتير اهو، استاذ شريف هيجيبها لكم حالا، خطيره وسهله جدا جدا، ان شاء الله تجربوها. ايوه، عملنا ايه في الحلقه النهارده؟ عملنا صينيه جلاش حلوه جدا، وعملنا كمان كنافه محمره بالتشيز بتاعت التشيز كيك. يا رب تكون عجبتكم، اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله.